بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. كيف يكفر كثير من الناس بالله عند نزول المطر فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أو بمعنى أو باللغة العامية النوى صحت، أو دي نوت رأس السنة، أو دي نوت المكنسة، أو دي نوت عوة، أو النوات المتعارف عليها بين الناس. حديث خطير ومسألة خطيرة جدا وخطأ فادح يقع فيه كثير من الناس، يجب التنبيه، يجب التنبيه عليه. كان العرب قديما في الجاهلية إذا نزل المطر ينسبون المطر إلى النجوم ويقولون مطرنا بنوء كذا أو كذا، وكان يعتقدون أن عند نزول المطر أنه نجم يولد ونجم يموت، فيحصل تغير في الأجواء السماوية وعند ذلك ينزل المطر، فينسبون المطر إلى النجوم. فاستمر هذا فترة في بداية الإسلام، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية فقالوا كما جاء في الحديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية صلاة على إثر سماء كانت بالليل، ثم قال إثر سماء يعني إثر على إثر مطر بعد مطر، قال هل تدون ماذا قال ربكم بعد نزول المطر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي أصبح من عبادي من عبادي شاكر وكافر، والعياذ بالله، أصبح من عبادي شاكر وكافر. الصحابة انقسموا إلى قسمين، بعضهم قال مطرنا بفضل الله أو برحمته، وبعضهم قال هذه رحمة الله، وبعض الآخر قال صدقت النوة دي نوت كذا. فقال لهم أصبح من عبادي شاكر وكافر، فمن قال هذه رحمة الله فهو شاكر، ومن قال صدقت النوة أو نوء فهو كافر. وفي رواية أخرى قال من الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا برحمة الله وبحوله أو بقدرته مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب والعياذ بالله. العلماء انقسموا إلى ثلاثة أقسام في هذه المسألة في حكم قول مطرنا بنوة كذا أو دي نوة كذا. بعضهم قال بالتحريم وهذا هو أصح الأقوال، وسأقول لحضراتكم الآن الأدلة. بعضهم قال بالكراهة الشديدة، بعضهم قال بالتحليل هنا حلال. الذين قالوا بالكراهة الشديدة قالوا لا يجوز أن نقول مطرنا بنوء كذا، ولكن يجوز أن نقول مطرنا في نوء كذا. واحتجوا بحديث لسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، كان يسأل رجلا قال له انظر إلى السماء ماذا كم بقي على نوء الثريا أو نوء الثريا، كان عندهم نوى اسمها الثريا يسمونها هكذا. فنزل الرجل قال له العالمون بها يقولون 10 أيام. فاحتج بعض العلماء بهذا الحديث وقالوا لو كان حراما يعني، وقالوا يجوز مع الكراهة أن يقول مطرنا في نوء كذا، ولكن لا نقول مطرنا بنوء كذا، لأننا لو قلنا مطرنا بنوء كذا معناه أن النجوم هي التي جعلت السماء تمطر، هي التي جعلت السماء تمطر. رد عليهم آخرون وهو رد قوي جدا، قال لهم لا، الباء تقع مكان الفاء في اللغة العربية والفاء تقع مكان الباء. واحتجوا والقرآن وفسر بعضه بعضا، واحتجوا بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الصفات في قول الله سبحانه وتعالى في قوم لوط على المشركين الذين يمرون على قوم لوط وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. رب العالمين قال وبالليل ولم يكن في الليل، تمر عليهم الصبح يا مشركون، يا أنتم تمرون على ديار لوط وعلى ديار عاد وثمود، فكيف لا تتعظون في رحلة عندما كانوا يزمون إلى الشام وإلى اليمن؟ قريش مشرك مكة
او مش كانوا يمرون على هذه الديار، فقال فرب العالمين يعيبوا عليهم، انتم لا تتعظوا. فقال سبحانه وتعالى انكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون، ولم يقل في الليل، وقال بالليل، اذا الباء تقع مكان الفاء. فكلمه مطرنا بنوء كذا او في نوء كذا واحد، الفاء والمعنى واحد، والمعنى يوهم انك تعتقد ان النجوم هي التي تتحكم في المطر وليس رب العالمين سبحانه وتعالى. مساله خطيره جدا. فما فيش حد يقول لي والله ان نيتي سليمه، معظم الظروف بتفعل بنيه سليمه. كثير من الناس يتوسل بالانبياء او بالصالحين ويذهب الى الاضرحه ويقول يا فلان اعمل لي كذا ويمسح على الضريح، وهو يكفر بالله سبحانه وتعالى ويفعل الكبيره من اكبر الكبائر، وهو في قلبه موحد بالله سبحانه وتعالى، يقول لا اله الا الله، وهو معتقد ان الله سبحانه وتعالى واحد، لكنه يضر يعتقد في نفع فلان وضر فلان، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فالعباده بس انك تصلي للاله، لا، مش رب العالمين يقول في سوره التوبه واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فتعجب عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال رسول الله لم يتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله؟ فقال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الم يحرموا لهم الحلال ويحلوا لهم الحرام واتبعوهم على ذلك؟ قال له نعم. قال فذلك تلك عبادتهم لهم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. فالمساله مش مساله صلاه، مساله في هناك خلل في الاعتقاد، مساله انك انت لو انت قلت الصحابي قال الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فغضب الحسن غضبا شديدا وقال الله اجعلتني ندا لله سبحانه وتعالى، كفر بالله، من يحلف بغير الله فقد كفر وقد اشرك، وهو كبير من ابر الكبائر، مع ان هو موحد وبيقول لا اله الا الله ونيته، لكن قول فيه كفر بالله سبحانه وتعالى. فانت لما تقول مدرنا بنوء كذا وكذا، والله دي نوت كذا، دي نوت كذا، النوى صحت زي ما قالوا النوى، لا تشكر الله سبحانه وتعالى. طب نعمل ايه؟ عايز تجيب سيره النوى، ما تقولش بقى النوى خالص، تقول ده الوقت المعتاد الذي يمطر الله فيه، الذي يتفضل الله سبحانه وتعالى عن عليا برحمته فيمطر علينا فيه في كل هذا، في كل في كل في كل ميعاد في هذه السنه. بس كنت عايز تقول ان دي الفتره المعتاده. اولا حديث عبد الله بن عمر من الجائز جدا ان يكون الحديث صلح الحديبيه او الحديبيه ناسخ لهذا الحديث، ربما يكون سيدنا عبد الله بن عمر قال ذلك قبل هذا الحديث، وربما سيدنا عبد الله بن عمر لم يصله الحديث. وجمهور العلماء قالوا ان قول الصحابي ليس بحجه، الصحابه ليسوا معصومين. صحابته ليسوا معصومين. من الصحابه من وقع في الزنا، ومنهم من وقع في قصف المحصنات، ومنهم. ف يعني كثير منهم وقع في الكبائر، وهم من هم في الدين. فقول الصحابي الواحد ليس بحجه. ولا نعلم، يعني ربما يعني حديث فيه مقال، ربما يكون فيه مقال. فاذا حديث الحديبية أوقع وأقوى، ودليله أقوى بكثير. ومن تشابه بقوم فهو منهم. فأهل الجاهلية كانوا يقولون مطرنا بنقوا كذا أو كذا. ومخالفة أهل البدع وأهل الجاهلية من الكفار قبل الإسلام وأهل الكتاب والمجوس أمر واجب حتمي جازم. مخالفة هؤلاء الناس أمر جازم. ما تقولش كلمة كانوا يقولونها كانت تقال في الجاهلية، وعن هناك دليل قوي آخر، قوي جدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحديث هو صحيح ولو أكثر من رواية، أربع من أمور الجاهلية لا ستكون في أمتي، وفي رواية أخرى ستكون في أهل الإسلام الناس الموحدين. الفخر بالأنساب والطعن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وفي رواية أخرى الطعن في الأحساب والاستسقاء بالنجوم والطعن في الأحساب وقول بعير قعد بعير أو قول عدوى قول بعير قعد أو أمرض 100 بعير فمن أجرب أو بعير أجرب 100 بعير فمن أجرب الأول. يعني بمعنى يعتقد بعض الناس اذا انتشر وباء في قطيع من الغنم او حتى من البشر ان فلان هو كان هو السبب، ولا يرجعون ذلك الى رب العالمين. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان البعير الاول هو الذي
ممرض كل البعير، فمن الذي أمرض الأول؟ فالنياحة والفخ في الأنساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنوم، والاستسقاء في النزول هو قال مطرنا بنوء كذا وكذا، لأن كلمة نوء في اللغة العربية معناها نجم. لذا اللي بيقول نوء كذا ونوء كذا ما تجيبش سيرة النوء دي خالص. أكثر الناس يقع في هذا الخطأ، يقول نوت كذا ونوت كذا ونوت عوة نوت كريسماس نوت راس السنة نوت مكنسة نوت النوة صحت النوة فسدت، بتوع الأرصاد طلع كلامهم صح. المطر من الغيبيات الخمسة، قالت ما قال رب العالمين يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن هو الذي يعلم الغيث سبحانه وتعالى، لا أحد يعلم الغيث. فإذا الذي يجعل المطر ينزل في الوقت المعتاد هو رب العالمين، هو الذي والذي يمنع هو رب العالمين. فما نقولش النوى صحت والنوى فسدت، النوى دي نوت كذا، لأن ده من شام أهل الجاهلية. ومن يتقى الشبهات فقد صبر على ديني وعده، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهذا من أمور المشتبه فيها جدا جدا، فأدلة التحريم قوية. لذلك وقول الرسول عليه السلام أربع في أمتي لا يدعون أهل الإسلام، أربع في أمور الجاهلية معناها أن أمور محرمة، وجعل الاستسقاء بالنجوم او قول النوء. وبعد الرسول بيكلم مين؟ بيكلم الصحابه، افضل خلق الله سبحانه وتعالى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه اعلمهم بالشرع، اللي قال ما جابش سيره ربنا وقال مطرنا بنوء كذا او كذا. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كافر، والذي قال مطرنا برحمه الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته مؤمن. والكفر هنا ليس خروج من المله، ولكن هو شرك اصغر، شرك اصغر، والشرك الأصغر نوع من أنواع الكفر، نوع من أنواع الكفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشرك الأصغر فإنه أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. ما بتقولش نوت كذا ونوت كذا، هذه من أفعال الجاهلية. ومن تشابه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشابه بغيرنا، فلا تشابهوا باليهود ولا بالنصارى ولا تشابهوا أيضا، ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشابهوا أيضا بأهل الجاهلية. فمن يفعل شيئا وهو يعلم أن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه فقد تشابه بهم. ما بتقولش نيتي ومش نيتي. الذين يقولون مدد 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 يا حسين، ما هم دول نيتهم سليمة، ولا كلهم مشركون بالله سبحانه وتعالى. فنتقي الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يقع في هذا الخطأ ويقول نوت كذا نوت كذا نوت مكنسة النوة صحت. الصحابة قالوا كده، بعضهم قالوا صادقة النوة، فقال اعتبروا قالوا هؤلاء كفار، والذين قالوا مطرنا بنوء كذا هؤلاء شاكرون، اصبح من عبادي شاكر وكافر. فمن قال من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مطرنا بحول الله هذه رحمه الله فهو شاكر، ومن قال صدقه النوى فهو جاحد وكافر. فتعلم الصحابه طال عنهم، وهذا مقام تعليم. فاذا ليس لم اخذ عندما يكون لم ينزل شرع، لكن نحن تعلمنا الشرع وعرفنا وجاءنا الحديث. لما نتقي الله سبحانه وتعالى وننتهي عن هذا، ما حدش يقول بقى نوت كذا ابدا. عايز تقول قول النوى، قول الشتاء اللي نزل ده اللي بينزل في الميعاد ده بحول الله وقوته، ما تقولش بقى نوت كذا. وكلمه نوى دي ما تجيبهاش خالص، انها كانت من كلام اهل الجاهليه، واحنا بنعايزين نبتعد من كلام اهل الجاهليه. لكن قول ربنا سبحانه وتعالى بمعودنا في الفتره دي بينزل مطر في اول السنه او في اخر الشتاء، بينزل مطر في الفترة دي بفضل ربنا ورحمته. إذا كنت عايز تتكلم عن الفترة المعتادة التي ينزل فيها المطر، وإذا ما نزلش ما تقولش ما صحتش النوى أو صح، لا قول لم يرد الله سبحانه وتعالى أن ينزل مطر كذا. فمسألة خطيرة جدا، فأنا هكتب لكم الكلام ده تحت الفيديو، هحط لكم اللينك والآراء العلماء سيكون شهور مش هزعين في ثواب عظيم العلم علما في الأجر معامل بيها من القيامة لأن قزام الجنوب شهيم تشوش تعمل الجرس والإشتراك في القناة لسلهم كل جديد تساعدوني عشر سنة بقى. أقول قولي هذا، استغفر الله.